بسم الله الرحمن الرحيم. العميد محمد، لو سمحت جنبا سلاح. معك بوغات الارض العسكري، جنبا سلاح. مش هطيل عليكم، لكن خليني الاول ان انا اوجه كل التحيه وكل الاحترام للاسر اللي موجوده معانا النهارده لحضور حفل تخرج ابنائهم من الكليات المختلفه. برحب بيكم اهلا وسهلا والف مبروك، الف مبروك. وايضا اوجه التحيه والتهنئه لابنائنا الخريجين من الضباط، واتمنى لهم كل التوفيق. اتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم، يعني لسه اول خطوه النهارده في حياه الضابط المتخرج، وده الحقيقه بيمثل خطوه مهمه قوي وخطوه رائعه وعظيمه في حياتك، حياه كل اللي اتخرجوا ان شاء الله، سواء كانوا من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية. وخلينا أقول لكم، وكلام ده لينا كلنا، في الدنيا اللي احنا موجودين فيها الأمور دايما بتبقى متغيرة، ولكن إرادة الإنسان وقبل منها بدعم من ربنا سبحانه وتعالى وبمشيئته، كل الأمور حتى الصعبة منها بيتم التغلب عليها. لو كنت شفته من سنتين في حفلة ممثلة زي كده، كنا كلنا واقفين تقريبا ولابسين يعني عشان الكورونا واللي كان موجود فيها، وكانت الناس كلها متصورة ساعتها ان الموضوع يعني اخر الدنيا. لا، مش اخر الدنيا ولا حاجة، وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى، وعبرت زي ما كتير من الازمات بتعبر، وحتى الازمة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. طب خليني اقول لكم على حاجه تانية افكركم، من سنين مش بعيده قوي، 2013 و14 وبعد كده، وكان الارهاب بيضرب في بلدنا هنا، ويمكن كنتوا كلكم بتشوفوا يعني شهدائنا ومصابينا، وكنتوا بتقولوا يا ترى الدنيا دي هتفضل كده ولا لا. كنت انا متاكد إن بفضل الله سبحانه وتعالى ده هتعبر زي ما كتير من الأزمات بتعبر، واللي يقرأ التاريخ هيشوف كده كتير. وده اللي أنا يهمني إن أنا أقوله لكم دلوقتي، لينا ولكل المصريين، ومش لكل المصريين بس، للدنيا كلها. الدنيا ما بتفضلش على حالها، ودايما ربنا سبحانه وتعالى إيده الطيبة موجودة معانا كلنا، مع الدنيا كلها، وإلا ما كانتش أبدا استمرت. أنا عايز أقول إن المرحلة ديت اللي احنا موجودين فيها وكانت صعبة علينا كلنا، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله هنعبرها بخير وسلام. واتصور ان احنا كلنا متابعين كل المصاعب اللي موجودة، مش عندنا في بلدنا بس، في الدنيا كلها. لكن زي ما قلت كده، الازمة بتاعت كورونا اللي استمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام بأثرها يعني، لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى. والنهاردة احنا موجودين بنقول خلاص، يعني احنا نقدر نقول ان الموضوع ده يعني أثره بقت يمكن التعايش معه. برضو الأزمة اللي احنا موجودين فيها ديت، حتى لو كانت ليها أثر صعب علينا دلوقتي، لكن أزمة وهتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي تبقى الأوطان، اللي يبقى تبقى الأوطان، تبقى البلاد، يبقى الاستقرار، يبقى الأمان، يبقى السلام. لأن بالمناسبة مفيش بلد هتتقدم في الدنيا وتعبر مشاكلها إلا بالأمن والاستقرار. وأتصور إن احنا، وأنا مش هكرر ده كتير، لكن أنا اتكلمت في المسألة دي كثيرا قبل كده، وقلت لكم إن احنا المشاهد اللي بنشوفها حوالين مننا بتؤكد حاجة واحدة بس، إن الجهد اللي بيتبذل مش بس من رجال الجيش والشرطة، من كل مواطن مصري للحفاظ على الدولة ديت، الجهد ده جهد مشكور جدا جدا، وهو اللي بيخلي 104 واكتر اللي موجودين على أرض مصر عايشين
وفي امل في بكره. كل المصاعب اللي موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى هنعبرها واحنا في خير وبخير. واقدر اقول ان احنا يعني واقفين برضو على ارض صلبه، ما عندناش تحديات كبيره قوي زي بلاد اخرى. ليه؟ عشان بس الامن والاستقرار اللي موجود في مصر نقدر من خلاله نعمل اي حاجه. مش هنسى اقول للضباط الجدد المتخرجين، وانا قلت الكلمه دي يمكن في من يومين لوزاره الداخليه اثناء او في كليه اكاديميه الشرطه، لما بقول لهم خلي بالكم انتوا دوركم كبير قوي قوي، ولو شفتوا التضحيات اللي اتقدمت خلال مش بس السبع ثمان سنين اللي فاتت، ما احنا كنا النهارده بنحتفل او بنقول اسماء قاده عظام كانوا موجودين وفي شهداء لينا ومصابين كانوا في اكتوبر، احنا بنحتفل كل سنه بالذكرى والانتصار ده. اللي انا عايز اقوله برضو حتى في حربنا ضد الارهاب كان في شهداء ومصابين، دايما حريصين ان احنا نذكرهم ونأكد ان احنا مش بس الدوله، مش انا، مش الحكومه، لا، كل انسان مصري يفتكر كويس قوي، كل انسان مصري يفتكر كويس قوي ان في اسره قدمت ابنها، الابن ده بقى شهيد بعد ما ربته شاب جميل وقد الدنيا كده، وبعدين قدمته لبلدنا هنا، قدم روحه لها عشان احنا نعيش بالشكل اللي احنا فيه. انا بقول كده للضباط الجدد لان ده دور، هو ده دور الجيش. دور الجيش ان هو يحمي ويصون ويضحي عشان تبقى البلد دي دايما ثابتة مستقرة آمنة سالمة إن شاء الله. مش عايز أطيل عليكم، ربنا يوفقكم، وبقول للأهالي وبقول لكم افرحوا، ألف مبروك، ربنا يوفقكم، وبدأت المسؤولية عليكم تزيد إن شاء الله، أنتوا قدها بالتعليم اللي أنتوا تعلمتوه بالتأهيل اللي أنتوا تأهلتوه، إن شاء الله هيبقى خطوة للأمام. ربنا يا رب يوفقكم فيها ويحفظكم ويحفظ مصر في أمن وسلام إن شاء الله. ألف مبروك، ألف مبروك، شكرا، شكرا جزيلا.